لا شيء أتمن من الحرية ولا أغلى من شمسها، خاصة لأولئك الذين يجدون أنفسهم فجأة وقد فصل بينهم وبين الآخرين جدار وبوابات، تصبح كل الأماني مجرد رؤية الخارج ومشاهدة ما يجري وراء عالمهم المغلق. خلف هذه النوافذ يقضي المئات من السجناء سنوات من أعمارهم، لديهم ساعات محددة لزيارة أقاربهم، أما باقي الوقت فهم يقسمونه بين النظر حولهم أو الحديث المكرر مع رفاقهم بالسجن. أنا على اليدين 10 مليون، إذا قابل يعني من الزيادة. كنت أشتغل مع واحد وكيل مغتربين، يعني يعتبر كصرافة صغرى، فكان مبالغ كبير تقيل عندي. في كنت بعضهن السعودي دبلس معي، هو ينزل السعودي فنخسر يعني عدة، يعني بعض أيام كل ساعة وساعة يتغير الصرف، طالع نازل طالع. فأسباب الصرف هو اللي يعني لهذا الوضع اللي أجابني لهنا. محكوم علي أن أرجع البياس، حتى لو أكمل عمري هنا ما بخرج إلا بالبياس. لي 5 سنين محبوس، لا بداية شعبان بالتمام 5 سنين تماما، وأدن عليها ولا أقدر تسدد أي حتى أي مبلغ، حتى حق المحامي ما فيش من حتى حق المحامي، حتى المصاريف ما يجي معنا مصاريف، كله يعني اللي نحصله داخل السجن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. أنا انتهت فترة عقوبتي منذ سنة ونصف، ولما استطيع ومحبوس الآن بذمة المبلغ المديوني علي، ولما استطيع تسديد ذلك المبلغ. إذا لم أسدد المبلغ هذا بظل مسجون حتى يسدد الدين هذا بسبب أرضية دخلت بها أنا وأشخاص آخرين، وبعدين أنا مش عارف بالأراضي ولا فاهم يعني بالبيع والشراء والعقارات. أخذنا بيس من واحد وسلمناها للبائع، والبائع هذا طلع نصاب، يعني شال البيس مع بيعمل لهم مبايعه يعني باوراق مزيفه، يعني اصبح هم ما يعرفوش البائع. تحملت المسؤوليه انا وحكم المحكمه علي بالمبلغ، لانه قد انتهت حتى اسرتي دمرت، اسرتي دمرت، بيتي حتى عفش بيتي بعته. وقبل سنتين من حبسي تقدمت زوجتي بدعوه بالمحكمه بالخلع بسبب حبسي وعدم قدرتي على الانفاق عليها وعلى اطفالها. الإصلاحية المركزية بتعز تعتبر مؤسسة من مؤسسات تطبيق القانون، وهي ليست يعني مؤسسة عقابية بدرجة أساسية، لكنها أيضا مؤسسة تدريبية ومؤسسة تأهيلية ومؤسسة إصلاحية، ولذلك تسمى يعني تسمى الإصلاحية المركزية. مؤسسة يعني فيها العدد كبير من السجناء يتجاوز 1100 سجين في مختلف يعني التصنيفات القضائية والجنونية. المؤسسة الإصلاحية المركزية بتعز مؤسسة يعني كبيرة من حيث المساحة والمباني، لكنها تفتقد إلى الكثير من الإمكانيات بفعل التدمير الذي حصل لهذه المؤسسة أثناء الحرب، ويعني يوجد فيها العديد من الأقسام اللي هو يعني الإمداد والتموين والصحة والشؤون الداخلية والتأهيل والتدريب والإصلاح والوعظ والإرشاد
والتعليم. هذه التخصصات يعني موجودة في الإصلاحية المركزية، ونعمل رفع مستوى الخدمات التي تقدمها هذه الأقسام للسجناء، ولا يكون ذلك إلا بتعاون الدولة مع المنظمات والمؤسسات ورجال الخير والأعمال. فهل يحدث ذلك ويصبح السجين قادراً على حل مشكلته بنفسه ومن خلال يده وما يتعلمه؟ نحن الآن أمام واحدة من أهم التجارب في رحلة برنامجنا. الاستماع إلى توقعاتهم هو جزء من إشراكهم في تنفيذ الفكرة التي نجحت في أماكن أخرى استهدفها البرنامج في مواسم سابقة. طبعاً نحن محكومين فترة طويلة بهذا السجن، والفراغ موجود يعني بشكل كبير، ويعني أوقاتنا فارغة. فلو يعني في مهنة أو في عمل أو في شيء نقوم به، يعني منه نقضي هذا الفراغ ومنه نقضي هذه المدة، ومنه أيضا يعني نعول أنفسنا ونعول يعني أسرنا بمهنة، وأيضا بعد أيضا ما نخرج يكون معنا مهنة يعني في المستقبل خارج نشتغل به، نعول أسرنا نعول أنفسنا بهذه المهنة. ويعني نتمنى أن يكون يعني لو في ورشات أو يعني دورات أو نتعلم فيه به، ويكون للمساجين هنا بالسجن يعني مثل الخياطة والحباكة والمكانيك وأيضا يعني سباكة، وأيضا من هذه الأشياء التي نستفيد منها ونعول أسرنا، وأيضا بالمستقبل يعني نعول أنفسنا خارج السجن، ونكون تعلمنا بالسجن شيء يعني لمستقبلنا لنا ولأولادنا، وإن شاء الله ربنا يوفق بهذا الشيء. لدى برنامج حيث الإنسان فكرة مختلفة لأجل من تم نسيانهم خلف الديون وخلف المتاعب التي كبرت أمام أعينهم. بسم الله. قرر برنامج حيث الإنسان توفير ورش تدريب خاصة بكم، وفيها تتعلمون المهن التي تحبون، فألف مبروك. تخيل إن كل إنسان يشوف غيره بعين إحسان، ونبدأ كلنا نسعى نرجح كفة الميزان، عشان تحلى لنا الدنيا وتتعافى مشاعرنا، نشارككم سعادتنا وصدقي وبالإمكان. خصصت مساحة داخل الإصلاحية لتكون قاعة تدريب، وبينما النزلاء في غرفهم أحضرت المعدات اللازمة وأدوات ومكائن حديثة يمكنها البدء بالإنتاج. جاء فريق من المختصين لتدريبهم على العمل، ويتم توزيع النزلاء وفق هواياتهم. وفي هذه المساحة الصغيرة ستصنع الكثير من البضائع والعديد من الأحلام. سيصبح السجين حراً في كسب عيشه على الأقل، وفي سداد ما عليه ورد الجميل لأسرته التي تنتظر يوماً يعود فيه إليها، حاملاً الكثير من الذكريات بينها ما هو مشرق كهذا اليوم. قلبك خير يحب الليل.
لا شك أن هذه الورش والمعامل التدريب التي يعني قدمت للإصلاحية المركزية من قبل برنامج حيف الإنسان سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على حياة السجناء في تنمية مهاراتهم وإكسابهم المهن المفيدة التي سوف يستفيدون منها بعد خروجهم من الإصلاحية إن شاء الله. نقول شكراً برنامج حيف الإنسان، شكراً توكل كرمان. طبعا هذه المشاريع وهذه الاشياء اللي الدورات اللي تقام وايضا هذه المشاريع ايضا يعني احنا حياتنا هنا بالسجن يعني قد واحد مسجون يعني حالته الماديه حالته كذا حالته النفسيه، فهذه الاشياء تنقلك ل يعني لمرحله جديده لتعول نفسك تعول اسرتك تعول ايضا تقضي وقت فراغك، ويكون واحد يعني بهذا السجن اقل شيء عمل حاجه تسعده بهذا السجن نفسيا. الشعور يعني شعور رائع جدا يعني لما تشوف تتعلم مهنه او تقوم بعمل داخل السجن هنا تقدم لنفسك ولغيرك خدمه وايضا تقدم لنفسك تكون شعورك سعيد جدا بهذا الشيء. نستخدم القاعده اللحام الصلب لتجديد اللحام داخل البلدان قبل التركيب قبل يعني بعد النزف، كذلك معنا جهاز قياسات للمقاومات المكثفه لقياس الجو العاطفي. نشكر يعني برنامج حيث الإنسان وأيضا نشكر الشكر الجزيل أيضا لمؤسسة توكل كرمان على هذه المنحة وعلى هذه العطاء الكريم الذي جابوا لنا من هذه الورش لكي نتعلم، وجزاهم الله ألف خير. بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم إن شاء الله نشر برنامج تدريب القيادة في المعمل الجديد، ولذلك نأمل أن تستفيدوا من كل لحظة وكل دقيقة موجودين فيها. إن شاء الله بيكون هذا له أثر في المستقبل في جانب بناء المجتمع من حيث أن السجين يعود إلى المجتمع بمهنة وحرفة جديدة وعلم يستطيع من خلاله المساعدة والمساهمة الجيدة في تطوير وتنمية المجتمع. أيضا هذا تفيد الفرد في شخصيته وتفيد أيضا أسرته من حيث إيجاد مصدر دخل لهذه الأسرة يستطيع من خلالها إعالتها وتوفير الاحتياجات الضرورية لها، وأيضا أن يستفيد هو ويعلم أبنائه ويكون فردا صالح في المجتمع إن شاء الله. ولذلك فنحن نشكر أيضا برنامج حيث الإنسان ومؤسسة توكل كرمان لجهودهم الواضحة في مساندة الإصلاحية المركزية من خلال تقديم المعامل والبرامج التدريبية في الإصلاحية المركزية للسجناء. البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.